المهندس زكريا عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة. برحب بحضرتك يا فندم. محافظة البحيرة طبعا من المحافظات الزراعية المهمة جدا، وهناك جهود مبذولة لدعم المزارع في محافظة البحيرة. لو جينا نتكلم عن في تقرير بيقول ان احنا عندنا 16,000 فدان أرز مخالفات تم زراعتها وتم إجراءات ضد المخالفين. عاوز حضرتك تقول لي حصر هذه المخالفات تم ازاي وهنتعامل معاهم ازاي؟ هو المساحات الرز اللي اتزرعت خارج المصرح بيه، يعني هي محافظه البحيره زرعت 176,000 فدان، المصرح بيه 174,900، ففي 25,000 فدان وليس 16 مزروعين خارج المصرح، دول اخطر بيهم لما تزكيه الري لاتخاذ الاجراءات القانونيه معاهم وعمل المحاضر بتاعتهم من طريق السياحه. طيب بالنسبه بقى للتعدي على الاراضي الزراعيه، في مجهود كبير جدا بيتم النهارده وبيتم امبارح، وشايفين ان في متابعه. حضرتك قول لي وصلنا لازاله كام حاله، والمستهدف في تطوير منظومه الازالات والتعامل مع المخالفين. هو ان احنا بدانا امبارح لمقاطعه على الطريق السريع على الطريق الزراعي من ايتام البارود على مركز ايتام البارود، وكان معالي المحافظ ومدير الامن وقيادات الامن كلها، تم إزالة 37 حالة تعدي على الأرض الزراعية امبارح بمساحة 4 فدان. أيوه. وفي نفس الوقت كان في إزالة برضه في كفر الدوار، إزالة 13 حالة، امبارح إزالة 50 حالة تعدي في محافظة البحيرة على الأرض الزراعية. طيب، المشكلة اللي بتقابل كل محافظة وكل وكيل وزراء وكل وكيل وزارة الزراعة، إعادة هذه الأرض مرة أخرى منتجة. عايزين نرجع الأراضي دي بعد تنفيذ الإزالة تنتج. هو ده ان شاء الله ده المرحله القادمه اللي هتم فيها، بس هو احنا برضو من الهدف من اللي احنا بنعمله دلوقتي ان نحد من التعدي على الارض الزراعيه، ان الناس بقى تعديات على الارض الزراعيه عشان نعرف نشوف شغلنا باذن الله. طيب بالنسبه للاسمده، هل هناك مشكله او نقص في الكميات الوارده لمحافظه البحيره في الفتره اللي احنا فيها دي؟ لا، حاليا محافظه البحيره يعني تكاد تكون مغطيه اكثر من 90% من المحاصيل الصيفيه، وما عندناش احنا مشاكل، الاسمده موجوده وشغاله. آلية الصرف اللي بتصرفوا بيها الأسمدة؟ آلية الصرف إن إحنا بنخلص الأول المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والرز والذرة والكلام ده، وبعد كده بنصرف للبساتين. إحنا دلوقتي بنصرف للبساتين لأن إحنا معظم المحاصيل الاستراتيجية يمكن نكاد نكون انتهينا من التوزيع لها. يعني استلموا كل الأهالي؟ يعني الغالبية العظمى يعني. إذا كان فاضل واحد لسه ما جاش ولا بتاع، دي كل حاجة الأسمدة موجودة في الجمعيات يعني. طيب، طبعا في شائعة ومعالي الوزير نفاها عن ان سعر القمح هيتم خفضه او تقليله من 420 جنيه للارداب، ومعالي الوزير نفاها بشده، وان في نيه لزياده سعر القمح. تقول ايه للمزارعين في محافظه البحيره علشان تطمنهم؟ بقول للمزارعين ان السعر ده ان الحد الادنى للسعر هيبقى سعر العام السابق اللي هو 420 جنيه للارداب، زي ما صرح معالي الوزير في الجرايد النهارده كلها، وان ما حدش يقدر يرجع بالسعر لورا ابدا. هو لازم يبقى في زياده، ما فيش رجوع لورا. صح. مهندس زكريا عفيفي وكيل وزاره الزراعه بالبحيره، بشكر حضرتك يا فندم. الله.